أقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الروضة مساء هذا اليوم مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. حضرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما حضر المأدبة أصحاب السمو الأنجال الكرام وأعضاء مجلس العائلة المالكة وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المعظم خالص التهاني وأطيب التبريكات بقدوم شهر رمضان الفضيل، سائلين المولى جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وتمام العافية والعمر المديد، وعلى مملكة البحرين وشعبها العزيز بالخير والمسرات والتقدم والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة. وقد باد لهم حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه التهنئة بهذه المناسبة المباركة، مهنئا جلالته شعب البحرين الكريم والمقيمين على أرضها الغالية بحلول شهر رمضان الكريم، ضارعا إلى الله تبارك وتعالى أن يعيده على المملكة بوافر الخير واليمن والبركات، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والسؤدد. وأكد جلالته أن شهر رمضان المبارك هو شهر الرحمة والمغفرة، تتجلى فيه أسمى قيم التواصل والتكافل الاجتماعي، والتي يحرص أهل البحرين الكرام جيلا بعد جيل على إحيائها بأفضل صور الترابط والتلاحم فيما بينهم، باعتبارها من السمات الأصيلة والقيم الراسخة التي يتميز بها الإرث الحضاري والتاريخي للمملكة.